التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام من هنا من أرضية ميدان سيف العرب حدفرع ميدان المرموم في مدينة دبي، حيث نشاهد هذه القوة وهذه المنافسة الشيقة من شعارات أبناء الغبايل في هذه الأشواط. يسير على البركة شوطنا التاسع في تعداد أشواط هذا اليوم والخاص بمنافسة الإبكار الإذاع. أسير إلى مقدمة الشوط وأتابع الصدارة والمركز الأول الشاهنية لعقيل بن محمد بالصوب الاكتبي اللي يحتل المقدمة والمركز الأول، المركز الأول، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثاني لأتابع النعايم اللي تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، يقدمها مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام حسن بن عبد الله بن غليط الغفلي اللي يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث اللي تتقدم هناك رعود لراشد بن محمد بن هويدن الاكتبي، بينما الانتقال إلى المركز الرابع، رابع المراكز اللي تتقدم هناك مهمة لعبد الله بن سلطان بشر الخاطرية، يحتل المركز الثالث الرابع في هذه اللحظات، بينما العودة إلى خامس المراكز لأجد هنا الشامخة لمحمد بن حمد بن سليم الشباني، بينما المركز السادس اللي تأتي هنا وزن بشعار المهندس محمد بن بطي الغفلي. هكذا هي النتيجة للستة المراكز الأولى، أتممنا لحضراتكم مع هذه المسيرة اللي تسير بهذه الجموع الغفيرة من هذه الشعارات الغوية. بالفعل نعود إلى الصدارة، نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى الريادة الأولى في هذه اللحظات اللي غيرت موازين الشوط واندفعت وزن على مقدمة الشوط، غادمة بشعار المهندس. المهندس بدأ يتهندس في تحدي هذه المسيرة مع وزن محمد بن بطي الغفلي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الغادمة هنا والمنطلقة على ثاني المراكز المندفعة بكل قوة الشاهنية العقيل بن محمد بصوب الاكتبياتي على المركز الثاني، المركز الثالث الواصلة الشامخة محمد بن حمد بن سليم الشباني يحتل المركز الثالث، بينما رابع المراكز الواصلة غزوين معلنة بهذه الغزو لعلي بن سالم الرايح العليلي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي واصلة في هذه اللحظات شواهين لخالد بن ناصر بن شافي القحطاني، هذا الشعار الغادم من المملكة العربية السعودية. مرحبا بكل الغادمين لخوض المعارك في هذه المكرمة الغالية على قلوبنا، ولكن نعود نعود إلى مقدمة الشوط ومن بقى الغمة يسجل الحضور. الله بن مصلح يتدخل، بن مصلح مشاهدين الأعزاء مع مواسم اللي غادمة في هذه اللحظات وغيرت موازين الشوط واندفعت مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة هذا الاندفاع لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. المركز الثاني اللي واصله والمنطلقة من الزاوية اليمنى غزوين لعلي بن سالم الريحي العليلي، وشعار المهندس يقدم لنا وزن محمد بن بطي الغفلي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المعركة بدأت تحلو، المعركة بدأت تحلو، والأسماء واصلة شموخ لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي القحطاني. يا سلام، الكل معلن هجومه، الكل معلن غزوه في هذا الانطلاق الجميل، ولكن الشاعر السلام ما يطيعون هالزعبيل، ما يطيعون هالزعبيل. للمرة الثالثة سجلوا لو دونونا بمصلحة. سلام يا زعبيل، مواسم محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، هذا الشعار العملاق يعود إلى
مجاريها يعود إلى سجلات الحافلة للمرة الثالثة، والسوبر هاتريك يضيف الشاعر، يضيف الشاعر أبيات حلوة عطرة يا بن مصلح على هذه الانتصارات الجميلة الذي يقدمها شعارك المركز الثاني. أتت في غزوية لعلي بن سالم ريحي العليلي، والمركز الثالث اللي أتت فيه مشاهدين الأعزاء المركز الثالث الشموخ لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي الهاجري. مشاهدين الأعزاء المركز الرابع اللي أصبح من نصيب اللي هي شواهين، مشاهدين الأعزاء لخالد بن ناصر بن شافي القحطاني، والمركز الخامس فكان من نصيب من حافل محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا هي النتيجة، هكذا العناوين، هكذا المنافسة الشيخة اللي راها في صباح هذا اليوم مع سن الإذاعة، ويتفوق شعار بن مصلح في ثلاث رغات في صباح هذا اليوم ليضيف السوبر هاتريك. توقيت الزمني مواسم قطع الأربعة كيلومترات في زمن وغدرة في ست دقائق 21 ثانية، فتهانينا والناموس لابو حمدان محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي، والسلامات للمرة الثالثة نزفها بالوردي والياسمين الى منطقة زعبيل في دانة الدنيا دبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز اللي حققه بن مصلح، وتهانينا لكل الاخوة الفائزين في صباح هذا اليوم مع انطلاقة سن الاذاع في ميدان سيف العرب.